كريم الخياط يدلي بإفادته أمام المدعي العام المالي بملف بواخر الكهرباء. مظبوطة قصة الرشوة، وكانت الرشوة بين 10 و20 شي محل. بري يضرب موعداً للموازنة. توفرت لدى دولة الرئيس نبيه بري أنه ربما ب9 و10 هيدا الشهر بأبعد حد 2 أو 3 بتكون الموازنة خالصة. الرئيس عون يشجع اللبنانيات على التصويت لبعضهن. وإن وجدت فيك مقومات القيادة أقدمي ولا تترددي. في الغوطة الشرقية ما بدنا مسلحين، بدنا الرئيس. بدنا نخلص، هاي المسلحين بدنا نقلعها. وفي جدة طفلة تنجو من أنياب الأسد. أهلا بكم. برقم قياسي منذ الاستقلال إلى اليوم، أقفل منتصف الليلة الماضية باب الترشيحات للانتخابات النيابية التي ستجري في 6 أيار المقبل على 976 مرشحا، من بينهم 111 سيدة، ليفتح باب تشكيل اللوائح وعقد التحالفات الانتخابية الذي سيقفل بدوره في 26 آذار الجاري. وفي السياق، ينتظر أن يعلن رئيس الحكومة سعد الحريري أسماء مرشحي تيار المستقبل في احتفال يقام عصر الأحد المقبل في مجمع البيال، كما أن حزب الكتائب اللبنانية سيطلق برنامجه الانتخابي في مهرجان قبل ظهر الأحد أيضا في نهر الكلب. أما حزب القوات اللبنانية فيعلن مرشحيه وبرنامجه الانتخابي 4 المقبل في ذكرى 14 آذار في مهرجان بساحل علمة. وفي المواقف السياسية، كان لافتا ما قاله رئيس الجمهورية ميشيل عون عشية يوم المرأة العالمي، بأن الإحصاءات في لبنان أثبتت أن المرأة نادرا ما تصوت في الانتخابات لامرأة. وتوجه عون إلى المرأة اللبنانية قائلا: لا تنتظري أن يتنازل لك الرجل عما يعتبره دوره وحقه، لا تنتظري أن يعطى دورك كمنحة أو هبة من خلال كوتا ما، خذي المبادرة واعتلي المنابر، افرضي حضورك وخوضي غمار السياسة من باب الفاعل لا المتلقي، وإن وجدت فيك مقومات القيادة أقدمي ولا تترددي ولا تسمحي للمجتمع الذكوري أن يؤثر على تفكيرك. وفي عين التين، أسف على غياب ترشيحات لشخصيات فاعلة داخل المجلس النيابي، وحديث عن الانتهاء من الموازنة 2 أو 3 المقبل كحد أقصى لإقرارها في مجلس النواب. نبدأ من ملف بواخر الكهرباء أمام القضاء، وجديده اليوم استماع المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم إلى إفادة رئيس مجلس إدارة MEP كريم الخياط. كل التفاصيل في تقرير ليليا البوموسى. أسبوع على فتح القضاء المالي ملف بواخر الكهرباء، فبعد استماع المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم إلى إفادتي الصحفي جوني منير ورئيس المرصد اللبناني لمكافحة الفساد شارل سابا، كان صباح 7 من الجاري مخصصا للاطلاع على كل ما في جعبة رئيس مجلس إدارة شركة MEP كريم تحسين الخياط من معلومات ومستندات باتت اليوم في عهدة المسؤول عن المحاسبة. من الأساس أننا نحن مع القضاء، ومنيح النيابة العامة المالية تحركت هلأ. بالأساس نحن تقدمنا بطعن قدام مجلس الشورى الدولي من شهر 10، وبانتظار القرار النهائي بموضوع هذه المناقصة اللي نحكى عنها كثير بالبلد. المناقصة نحن بنعتقد حسب الطعن اللي قدمناه انه هي مناقصة ما فيها ما بتراعي شروط المنافسة والعدالة، ومناقصة مفصلة على اي شركة واحدة. خياط من جهته اكد تعرضه للرشوة، وانه حان الوقت للمناقصات التي تعتمد على الكفاءة لا على الرشا والمحسوبيات. قدمت له كل ملف المناقصة، كل سياق الموضوع من اول ما بلشت لليوم. مظبوطة قصة الرشوة، وكانت الرشوة بين 10 و20 شي محل. ما وصل الزلمة لآخر حديثه لأعرف هو لوين رايح، بس كانت هيك شي. يعني اختيار البواخر كحل
مش مناسب. في مطارات شغالة يروح على الحلول الثابتة لتبلش القصة هون يعني. بعدين إذا لابد بواخر يشتروها، ليش بدهم يستأجروها؟ ما هي حقها معروف. وليش زاركين المدة كم شهر زيادة بيصنعوهم لقلو بيتملك البواخر؟ يعني كل الموضوع أصلا هو مش موضوع هيدي الصفقة بالذات، هي جزء كيف انعملت وكيف كان معمول دفتر الشروط وكيف ما كان معمول للمنافسة وكيف كل هالشغلات. بس الجزء الآخر أنه الحلول الأساسية بهذا الموضوع هني معامل ثابتة على البر، معامل بتشتغل على الغاز، بينزلوا التكاليف، شركة الكهرباء بطل تخسر، بتصير بتقدر تعمل شغلها، تقوم بنهضة فيها، تضبط وصلاتها، تضبط الجباية تاعيتها، تبني ثقة مع المواطن، ترخص أسعار، تدعم الصناعة. إذا نحن ما بنقوم بهذا الموضوع نحن رح نضلنا بلد رجعي، رح يضل عنا مشكلة بالكهرباء. وللإنصاف المعمل تبع التجاذب السياسي وقف معمل دير عمار 2. دير عمار 2 كان جيد، مناقصة جيدة، ويعني في خيارات سيئة وخيارات جيدة. كان مناقصة جيدة وكان في منافسة، وإجا السعر بهاي المناقصة من أوطى الأسعار بالعالم. يعني إذا أنا مش غلطان، إذا بتقسمي سعر هذا بيطلع المجاوات 675 ألف. حتى لو زادوا التفئة كل شيء تحت 800 سعر واطي. فهني لازم مجلس وزراء بدل ما يحكوا بواخر يحكوا كيف بده يحلوا هذا الموضوع، يحكوا كيف بده يحلوا موضوع معمل دير عمار اللي بيجيب لهم 22 ساعة. فبعد صدور القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة بقبول طعن شركة ام اي بي، الثقة كاملة بحسب خياط بمطرقة القضاء المالي. ليال بوموسى، قناة الجديد. في لقاء الأربعاء الرئيس نبيه بري يضرب موعدا للانتهاء من الموازنة وإقرارها ويتطرق إلى الشأن الانتخابي. كل التفاصيل مباشرة من عين التين مع الزميل نعيم برجاوي. نعيم، ماذا أيضا عما قاله الرئيس بري أمام النواب اليوم بشأن الموازنة؟ نعم، بالفعل بطبيعة الحال كان للاستحقاق الانتخابي المقبل الحيز الأكبر من لقاء الأربعاء اليوم في عين التيني، حيث توقف الرئيس نبيه بري عند العدد المرتفع للمرشحين للانتخابات، وهو العدد شكل رقما قياسيا منذ الاستقلال. وقد أشار الرئيس بري بحسب ما نقل النواب عنه إلى أن لهذا العدد دلالات عديدة، من بينها أن يعني سبب ذلك هو النظام النسبي، إضافة إلى شد العصب الطائفي بسبب الصوت التفضيلي. كما أسف الرئيس نبيه بري إلى عدم ترشح 41 شخصية من الشخصيات في المجلس الحالي، وهي اعتبرها شخصيات فاعلة في العمل التشريعي. أما بالنسبة إلى ملف الموازنة، فقد توقع بري الانتهاء من هذا الملف يومي الاثنين أو الثلاثاء المقبل للانتهاء من هذا الملف وإنجازه قبل أن يحال إلى المجلس الوزراء وإلى مجلس النواب لإقراره قبل الانتخابات. لابد من الإشارة أيضا إلى أنه حضر لقاء الأربعاء في عين التيني النائب عن تكتل التغيير والإصلاح النائب نعمة الله أبي النصر في زيارة وداعية، وذلك بعد عزوفه عن خوض الانتخابات. سوف نستمع الآن إلى بعض التصريحات عقب لقاء الأربعاء من عين التيني. دولة الرئيس اعتبر أنه هذا الرقم القياسي في ترشيحات اللبنانيين للانتخابات النيابية، واللي بلغ حسب الأرقام اللي وردت من وزارة الداخلية 999 ترشيح، 999 في منهم 27 لم يستكملوا بعد، بيبقى 976، 23 لم يستكملوا والباقي 976، انه هذا الرقم لم يحصل منذ تاريخ الاستقلال اللبناني وليس منذ التسعينيات هذه. وان دل على شيء فانما يدل بالنسبه الى وجهه نظري لمعطيات عديده، منها اولا تحريك العصب الطائفي والمذهبي، اثنين اعتماد النظام النسبي، وثلاثة الصوت التفضيلي بما يخلق نوع من المنافسة. وتأسف دولة الرئيس نبيه بري على
عدم يعني ترشيح حوالي 41 شخصية نيابية من الفعاليات التشريعية. مثل ما بتعرفوا كان دائما دولته عم بدب الصوت على الحكومة انه قبل 5 اذار مفترض تبعت الموازنة، وخاصة لبنان انه رايح على مؤتمرات. في معطيات ومعلومات توفرت لدى دولة الرئيس نبيه بري انه ربما ب9 وب10 هيدا الشهر بأبعد حد 2 او 3 بتكون الموازنة خالصة. شيء طبيعي من بعد 18 سنة، انا انتخبت سنة 2000 وما ترشحت اني اجي زور دولة الرئيس. انا ركزت على شغلتين، اذا كان رح يصير في دورة تشريعية، اذا بعتقد اذا اقرت الموازنة هالشيء رح يصير. ذكرته بمشروعين علقين او بالاحرى قيد الدرس بمجلس النواب، هني اعلان دولة لبنان الكبير. هذا موضوع كتير مهم، خصوصا انه نحن على ابواب مئوية اعلان دولة لبنان الكبير. والموضوع الثاني هو المجاعة الكبرى او مآسي حرب 1914-15-18 على اللبنانيين، ويكون في ذكرى للشهداء اللي ماتوا جوع ولا اللي اضطروا يسافروا، هن نواة الهجرة بالاساس. كان هنالك كلام حول بعض الأمور والقضايا، وخاصة تمسك لبنان بثروته النفطية من خلال التمسك بحقه بما يملك من ثروة بحرية وبحدوده البرية بشكل كامل غير منقوص، وهذا لابد من الوصول إليه من خلال تمسك لبنان وخلال موقف لبنان الموحد تجاه مواجهة الأطماع الإسرائيلية. وبالتأكيد دولة الرئيس يراهن دائما على أن نصل إلى العملية الانتخابية وفق قواعد واضحة. وطبعا كان هنالك تأكيد على أن تعزيز الجهود وتعزيز الاستقرار الأمني والاقتصادي هو لمصلحة لبنان في هذه الظروف. وفي قصر بعبدة جلسة لمجلس الوزراء استوبقت بلقاء بين رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس الحكومة سعد الحريري. التفاصيل مباشرة من بعبدة مع رواند أبو غزام. رواند، هل يمكن أن يطرح ملف الكهرباء والخلاف حوله على هذه الجلسة من خارج الجدول، وماذا عن الجدول أصلا؟ كاترين، كل شيء محتمل وطرحه في هذه الجلسة، وتحديدا أن أزمة الكهرباء تتفاعل، وتحديدا بين الوزيرين سيزار أبي خليل ووزير المال علي حسن خليل. إلا أن الوزير دخوري يؤكد أن نقاشات أو سجالات الأمس لن تطرح اليوم على جلسة مجلس الوزراء، ولن تعكر صفو هذه الجلسة. وحتى الوزير يوسف فنيانوس قال الجو كله مكهرب، كيف بدنا نطرح الكهرباء على طاولة مجلس الوزراء. أما من المحتمل أن يتطرق الرئيس ميشيل عون عن هذا بالكلام في مستهل الجلسة عن هذا الموضوع، بالإضافة إلى مواضيع عديدة منها الموازنة وما تشكل هذه الموازنة من إلحاح على الحكومة قبل الذهاب إلى المؤتمرات الدولية لإقرارها، وكل الاحتمالات أيضا مطروحة لأن تطرح على جلسة مجلس الوزراء. وتحديدا أن هذه الجلسة هي جلسة جدا عادية، يتألف جدول أعمالها من 62 بند من البنود العادية، وهناك بند واحد مهم هو طلب وزارة الداخلية والبلديات تمديد مهلة إعطاء حركة الاتصالات كاملة للأجهزة الأمنية والعسكرية. هذا البند الذي يتجدد كل 6 أشهر بالتمديد للحصول على داتا الاتصالات من قبل الجيش والقوى الأمنية. إذن هذا الموضوع قال عنه
عنه الوزير حسين الحاج حسن أن حزب الله هو كالعادة يرفض هذا الموضوع ويرفض التمديد لهذا الموضوع، وباقي البنود هي بنود عادية وحياتية ملحة. واليوم أيضا أشير إلى حضور وزير التربية مروان حمادي بعد أن كان قد انقطع عن حضور هذه الجلسات احتجاجا على عدم تخصيص جلسة مجلس الوزراء، معتبرا أن هذه الجلسة أو ورود بعض البنود التي تتعلق بوزارة التربية هي أول خطوة في مسار الألف ميل، لذلك حضر اليوم إلى مجلس الوزراء ليحضر هذه الجلسة. وبحسب في الشق السياسي كاترين، وبحسب معلومات الجديد اليوم بعد هذه الجلسة سيتم الاتفاق بين الوزير ملحم الرياشي وبين الرئيس سعد الحريري على لقاء قريب جدا أصبح بين الرئيس سعد الحريري وبين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وخصوصا أن التحالفات بدت واضحة وبأن تم حسم دائرة أشوف وعلي والكثير من الدوائر باستثناء دائرة بعلبك الهرمل. هناك بعض التفاصيل يضع عليها الطرفين بعض الرتوش لكي يتم الاتفاق بشكل نهائي على خارطة التحالفات، وتحديدا بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية. و هناك أيضا معلومات تشير بأن القوات اللبنانية سيكون متحالف مع المستقبل والحزب الاشتراكي في شوف وعلي. هذه في الأجواء السياسية. وكان أيضا الرئيس ميشيل عون قد تكلم عن عودة النازحين السوريين، وذلك أمام رئيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث قال أو أشار أو دعا إلى تحرك دولي يسهل عودة تدريجية للنازحين السوريين إلى المناطق الآمنة من دون ربط ذلك بالعودة بالحل السياسي الذي يمكن أن يكون متأخرا. وأيضا حول اليوم العالمي للمرأة كان له لقاء تشاوري صباحا في هذا اليوم، حيث قال أن الدستور اللبناني لا يحمل أي تمييز بين المرأة والرجل، أما في قوانين الأحوال الشخصية فالإجحاف بحق المرأة واضح وإن على درجات ويختلف من طائفة إلى أخرى. وتوجه إلى المرأة قائلا: الحقوق تؤخذ ولا تعطى، فسعي وراء كل ما تعتبرينه حق لك وخصوصا في العمل السياسي، ولا تنتظري أن يتنازل الرجل أمامك عما تعتبريه من حق. هذه هي في أجواء جلسة اليوم وفي أجواء نشاط بعبدة. سنكون معكم بعد قليل وتحديدا بعد انتهاء هذه الجلسة العادية كما ذكرت كاترين. شكرا لك رواند من بعبدة. إذن الرئيس عون قال للمرأة اللبنانية: لا تنتظري أن يتنازل لك الرجل عما يعتبره دوره وحقه، خذي المبادرة واعتلي المنابر. عشية اليوم العالمي للمرأة سأل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أين هي المنابر والخطابات المدافعة عن حقوقها في الأيام 364 الباقية من السنة، لافتا خلال لقاء تشاوري في بعبدة حول قضايا المرأة بعنوان توحيد الرؤية وتنسيق الجهود إلى أن مجتمعاتنا ذكورية بامتياز ترسخ أن المرأة هي مواطن من الدرجة الثانية في السياسة وفي القوانين المدنية، رغم أن الدستور اللبناني لا يحمل أي تمييز بين المرأة والرجل، متوجها إليها برسالة تشجيع واضحة وصريحة: لا تنتظري أن يتنازل لك الرجل عما يعتبره دوره وحقه، لا تنتظري أن يعطى دورك كمنحة أو هبة من خلال كوتا ما، خذي المبادرة واعتلي المنابر، افرضي حضورك وخوضي غمار السياسة من باب الفاعل لا المتلقي، وإن وجدت فيك مقومات القيادة أقدمي ولا تترددي. لا تسكت. لا تسمحي للمجتمع الذكوري أن يؤثر على تفكيرك، وأقول ذلك لأن الإحصاءات الانتخابية مؤخرا أظهرت أن المرأة نادرا ما تعطي صوتها لامرأة. من جهتها لفتت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون روكوز إلى أن لبنان احتل المرتبة 142 من أصل 144 لجهة مشاركة المرأة في القرار السياسي، مسلطة الضوء على القوانين المجحفة بحقها وبحق الطفولة. ألا يهز ضمائرنا أن نسمع خبر طفلة
من جمعة لم تبلغ الثانية عشرة من عمرها تخضع لعملية تزويج مخطط من قبل أهلها في ظل غياب قانون يحميها من خطر الزواج المبكر على صحتها الجسدية والنفسية. تعالوا نتساءل معاً، لماذا يلقى قانون حماية الأطفال من الزواج المبكر قبل الثامنة عشرة من عمرهم هذه الصعوبات لإقراره؟ هذا ونصح رئيس الجمهورية الجمعيات التي تعنى بالمرأة وبحقوقها بتوحيد جهودها ومطالبها كي تجعل من صوت المرأة واحدا، لافتا إلى أنه لا يزال هناك قوانين في تشريعنا تجاه المرأة تشكل نقطة مسيئة لحضارتنا وثقافتنا، وقد آن الأوان لتعديلها. وكان باب الترشيحات للانتخابات النيابية التي ستجري في السادس من أيار المقبل قد أقفل منتصف ليلة أمس في وزارة الداخلية، وبلغ عدد المرشحين 976 مرشحا، وهو رقم قياسي على امتداد الدورات السابقة، ومن بينهم 111 سيدة. وقد تقدمت زميلتان في قناة الجديد ليال بوموسى وفاديا بزي أمس بترشيحهما. إلى ذلك عقدت مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات فاتن يونس مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه أعداد الذين تقدموا بترشيحاتهم في الدوائر كافة. بلغ العدد الإجمالي للمرشحين 976 مرشحا، بينهم 111 مرشح إناث أي بنسبة مئوية 11.42%، مع التذكير أنه عام 2009 كان عدد المرشحين 702 بينهم 12 سيدة فقط. بالنسبة للدوائر، والآن ننتقل مباشرة إلى الجزائر وتصريح وزير الداخلية نهاد المشنوق على هامش اجتماع وزراء الداخلية العرب. الأمير عبد العزيز في استمرار هذا الاجتماع وهذا المجلس لكل الضرورات العربية التي نعلمها. معالي الصديق رئيس الجلسة وزير الخارجية وزير الداخلية الجزائري و معالي الدكتور بن علي كومان أصحاب السمو أصحاب المعالي، آتي إليكم اليوم من بيروت العزيزة الصابرة الآمنة والمستقرة رغم التحديات السياسية والأمنية التي تواجهها. آتي إليكم من لبنان الذي أثبت للعالم أن لا بيئة حاضنة للإرهاب بين أهله أبدا، وأن أجهزته الأمنية وقيادته السياسية استطاعت رغم كل الإمكانيات المحدودة أن تحفظ الأمن وأن تنأى به عن حرائق المنطقة التي تحيط بلبنان وأحرقت عواصم وحواضر عربية. لبنان العربي الذي يتطلع شعبه دائما وأبدا إلى دور عربي فعال في سبيل المحافظة على تثبيت عناصر قوته الشرعية السياسية والأمنية التي هي فخر لنا ومصدر غنى لكل العرب. للدورة الخامسة على التوالي أقف بين زملائي وأخوة عرب في هذا التجمع المهم الذي بات مناسبة سنوية نتبادل فيها شجون الأمن وهموم الأمان في منطقة مشتعلة بكل أنواع الحرائق. خمس اجتماعات أذكر منها حسن التشخيص بشأن ما يتعلق بالتحديات الأمنية والكفاءة في تحديد المخاطر الناجمة عن الإرهاب ومشاركاتنا جميعا. وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق قد عقد سلسلة لقاءات على هامش مشاركته في اجتماع وزراء الداخلية العرب في الجزائر. في إطار لقاءاته على هامش اجتماع وزراء الداخلية العرب في الجزائر، التقى وزير الداخلية نهاد المشنوق نظيره السعودي وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز في مقر إقامة الأخير،
وعبر له عن ارتياح اللبنانيين لأجواء الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة سعد الحريري إلى الرياض الأسبوع الماضي، ولعودة الصفاء والحرارة إلى العلاقة بين البلدين. كما جرى البحث في التحضيرات لمؤتمر روما 2، وشدد المشنوق على ضرورة دعم القوى الأمنية والعسكرية الشرعية في لبنان. الأميرة عبد العزيز أعاد من جهته التأكيد على دعوته للمشنوق إلى زيارة المملكة العربية السعودية في أواخر الشهر الجاري. وكان المشنوق قد التقى وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، وتناول البحث التنسيق الأمني بين البلدين، خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات. ثم التقى المشنوق رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني، وكان نقاش حول التطورات في المنطقة وحاجات لبنان في سياق مكافحة الإرهاب. وفي إطار لقاءات الوزير المشنوق كان لقاء مع نظيره الإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان. أعلنت عائلة نزار زكا الموقوف في إيران في بيان أنه تم رفض طلب ترشيح نزار زكا إلى الانتخابات النيابية، والطلب منه أن يأتي شخصيا لاستلام إخراج قيد جديد، معتبرة أن الطلب من رجل مخطوف أن يأتي لاستلام إخراج قيده شخصيا هو عمل تعجيزي. وأكدت العائلة في بيان أنها سوف تطعن لدى المجلس الدستوري آمنة في أن يعيد الأمور إلى مسارها الصحيح ويوقف هذه المهزلة. وقالت: نزار تحت الأرض في إيران، لماذا يخافون منه؟ هل لأنهم متورطون؟ بعد الإعلان، السلامة المرورية في السراي وزحمة خلدي تتفاقم. أهلا بكم من جديد. دعا المطارنة الموارنة المسؤولين إلى شرح قانون الانتخابات النيابية وحض اللبنانيين على المشاركة بوعي ومسؤولية. موقف المطارنة جاء في خلال اجتماعهم الدوري في بكركي برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي. كما طالبوا في بيانهم السلطة السياسية بالتعامل بجدية مع ما اتفق عليه اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة بالنسبة لقانون السلسلة، وبشكل يحمي المدارس الخاصة والمجانية ويجنب الأهالي المزيد من الإرهاق المادي. يستعد اللبنانيون للانتخابات النيابية القادمة، والكثيرون منهم يقفون أمام قانون انتخاب لم يفهموا بعد هويته الحقيقية، وهم يعيشون هاجس إضاعة الفرصة لتحقيق قفزة حقيقية نحو تحول ديمقراطي فعلي، وإذ يحذرون مما يشاع حول إقحام مؤسسات عامة ووزارات وجهات أمنية في اللعبة الانتخابية، يدعون المسؤولين إلى شرح مضامين القانون وإلى السهر على نزاهة العملية الانتخابية، كما يحثون أبنائهم واللبنانيين كافة على المشاركة في هذه الانتخابات بوعي ومسؤولية واختيار من يرونهم الأفضل لخدمة الخير العام. قال رئيس لقاء الديمقراطي النائب وليد جملاط لصحيفة الجمهورية إن التفاهم الانتخابي بينه وبين الرئيس سعد الحريري تام، مشيرا إلى أنه سيشمل الشوف والبقاع الغربي وبيروت، وأكد أن نقاش مستمر مع قوى سياسية أخرى لاستكمال تحالفات الحزب التقدمي الاشتراكي، لافتا إلى أن التفاوض يتركز في شكل أساسي مع القوات اللبنانية في الجانب المسيحي. وتوقع جملاط أن تتضح الأمور قريبا فيما خص مجمل اتجاهاته الانتخابية، كاشفا أنه في صدد الإعلان في الأيام القليلة المقبلة وربما في خلال يومين عن التحالفات الرسمية والنهائية للحزب التقدمي. مشاريع على مداخل بيروت تزيد من معاناة اللبنانيين. لأكثر من ساعة علق المواطنون القادمون إلى بيروت من مدخلها الجنوبي صباح الأربعاء، فالزحمة التي شهدتها منطقة مثلث خلدي وعلى امتداد الأوتوستراد الساحلي لم تكن كسابقاتها، والسبب يعود إلى الأشغال الجارية ضمن مشروع جر مياه نهر الأول والتي دخلت عامها الثالث. أما المدة المتبقية بحسب الخطة فهي 6 أشهر. صار شي ساعة ما جاي. الله الله كبير. قربت الانتخابات،
كل هذا الشغل كرمال انتخابات يا خيي، شو على سواد عيوننا؟ اللي تقريبا شي نص ساعه من موقف شوي فات لجسر خلدة. يعني دقيقتين ثلاثه مش اكثر. هذا بدك تشوف الملتزمين ليستفيدوا. بضل في تاخير بالاشغال. مش الحق مش على الدوله، حق على اللي بيتعهدوا الطرقات. هن الحراميه مش الدوله. حتى الدراجات الناريه لم تسلم من الزحمه. الناس ما عم تلتزم باشارات السير، بنظام السير، ما بيلتزم واحد يمينه وخطه. هي ازمه اعتاد عليها اللبنانيون، فهم في مقابل كل مشروع انمائي عليهم دفع الثمن. رئيس الحكومة سعد الحريري يطلق أعمال المجلس الوطني للسلامة المرورية في السرايا الحكومية. برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، انطلقت أعمال المجلس الوطني للسلامة المرورية في السرايا الحكومي بحضور سياسي وأمني وإعلامي وفني. قدم النشاط الإعلامي نيشان واستذكر حادث وفاة الممثل عصام بريدي وكيف قضى بحادث سير قبل 3 سنوات، وأشار أن حملة التوعية التي شارك فيها عدد من الإعلاميين والفنانيين إنما هي تحية لروح كثر قضوا في حوادث السير. وتضمنت أعمال المؤتمر استعراض حملات توعوية شارك في إحداها الزميل رامز القاضي. السواقة عكس ما كتار بيفكروا أو بيعتقدوا، هي نشاط أساسي ما فيك تعمله أنت عم تعمل شي تاني. بس الأسوأ من الكل هو التكستينج أو كتابة الرسائل النصية، وهي أخطر ب6 مرات من أنه تكون سكران وتسوق. رئيس الحكومة سعد الحريري استذكر في كلمته الحادث المأساوي الذي أودى بشقيقه حسام، واعدا الحضور والمواطنين والقائمين على الحملة بإعطاء الاهتمام الضروري من الحكومة ومنه شخصيا لهذه المشكلة. أنا عندي خيي فقدته كمان بحادث سيارة، الفرق أنه ما كان مسرع، كان رايح يتغدى، ولكن ما كان متحكم بالسيارة، وكانت السيارة مي، كان فيه على الأرض مي وزحى، وسبحان الله. يعني عشان هيك كمان إنه الواحد فعلا يروح على مدرسة يتعلم فيها سواقة مش ياخذ الرخصة بواسطة هو أساس. فبدي أشكر الجميع، وكمان أيضا يعني بدي تقول للأمهات أنه هذه الدولة وهذه الحكومة إن شاء الله حتقوم بكل جهدها بأنه تطبق هذا القانون بنصوصه الكاملة، وإن شاء الله هذا الشيء يعني السنة الجاية أو هذه السنة نشوف أقل حوادث عم تصير على طرقات لبنان، ويمكن لازم علينا أنه نعمل حملات وطنية أكبر بكثير من هيك. كما وعد الحريري الأمهات والمواطنين بأن تبذل الحكومة كل الجهود المتاحة لتطبيق قوانين السير كافة، آملا أن يؤدي ذلك إلى تقليص عدد حوادث السير في لبنان. وبعد انتهاء المؤتمر تسلم الإعلاميون دروعا تقديرية من رئيس الحكومة. أهالي طلاب الليسي الفرنسية حبوش يحتاجون على زيادة الأقساط، وقاضي الأمور المستعجلة يقضي بوقفها. بعد أقل من أسبوع على صدور قرار تجميد الزيادة المدرسية الخاصة بالمدرسة الوطنية الإنجيلية في النبطية، أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية القاضي أحمد مزهر قرارا نافذا مماثلا بوقف الزيادات المقررة على الأقساط في الليسي الفرنسية في حبوش النبطية. وكانت لجنة الأهل في المدرسة قد اعتصمت أمام مدخلها تنديدا بقرار الإدارة زيادة الأقساط. هذا الشرح التعليمي الذي اخترناه وأمناه على حياة أولادنا، نؤكد أننا مع أعطاء حقوق الأساتذة كاملة، ولكن ليس على حساب الأهل الذين أثقل كاهلهم من الأعباء الضخمة التي تفرضها البعثة العلمانية عليهم. وناشد عدد من أولياء الطلاب السفارة الفرنسية بالتدخل لحل هذه المشكلة. أفاد مراسلنا في صيدا عن انفجار قنبلة يدوية في مخيم عين الحلوي بعد منتصف الليل، وتبين أن مجهولا ألقاها في منطقة عرب الغوير قرب أحد المحال، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات واقتصرت الأضرار على الماديات، إشارة إلى أن مسلسل إلقاء القنابل اليدوية مستمر داخل أحياء مخيم عين الحلوي، حيث إنها القنبلة الخامسة التي تنفجر في غضون 10 أيام. نتابع النشرة بعد هذا الفاصل.
أهلا بكم من جديد. انتشرت على مواقع التواصل صور وفيديوهات من داخل الغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق، يظهر فيها عدد من أهالي مدينتي حمورية وصقبة يرفعون العلم السوري، وفي أحد الفيديوهات يظهر العلم السوري مرفوعا في ساحة حمورية الرئيسة وسط المدينة، ويوثق فيديو آخر مجموعة من الأهالي تعهدوا بإخراج الإرهابيين من المدينة وأنهم يريدون الرئيس السوري بشار الأسد. وهي علم السوري بنص ساحة حمورية 6 آذار 2018. هاي الساحة، هاي تربة حمورية، هاي التربة، وهي خزان الماء، وهي الساحة تبع حمورية، هاي المدرسة. نحن بحمورية بدنا نخلص، بدنا نخلص، هاي المسلحين بدنا نقلعها. طالع هالكلاب هدول نخلص. هلا بصور لكم صورة على النسوان اللي هون ان شاء الله. وقفوا لنا شوي بس حتى نحسن نطلع لبرا، ما حدا عم يحسن لا يطلعوا لا يتنفس، ونطلع بكره نطلع مسيرات فوق الارض. نحن بدنا نطلع لبرا، نحن ما بدنا مسلحين. اسد ما بدنا المسلحين. شو بدنا نحن؟ اسد اسد نحن بدنا، ما بدنا غير اسد، ما بدنا مسلحين. في المملكة العربية السعودية نجت طفلة لم تتجاوز الخامسة من الموت بأعجوبة عندما هاجمها أسد في خلال فعالية ترفيهية في مدينة جدة، حيث قام بالقبض عليها بأنيابه قبل أن يتم إنقاذها من قبل بعض الحاضرين. وأظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي أطفالا يلهون حول الأسد من دون أي سياج أمني حتى انقض على طفلة وكاد أن يقضي عليها، فتدخل المدرب وخلصها من بين مخالب الأسد وأنيابه وسط صيحات وصراخ الأطفال. وسام وسام تعال كان في هذه النشرة كريم الخياط يدلي بإفادته أمام المدعي العام المالي بملف بواخر الكهرباء. مظبوطة قصة الرشوة، وكانت الرشوة بين 10 و20 شي محل. بري يضرب موعدا للموازنة. توفرت لدى دولة الرئيس نبي بري أنه ربما ب9 و10 هيدا الشهر بأبعد حد 2 أو 3 بتكون الموازنة خالصة. الرئيس عون يشجع اللبنانيات على التصويت لبعضهن. وإن وجدت فيك مقومات القيادة أقدمي ولا تترددي. في الغوطة الشرقية ما بدنا مسلحين، بدنا الرئيس. ما بدنا مسلحين. أسد ما بدنا المسلحين. شو بدنا نحن؟ أسد أسد. وفي جدة طفلة تنجو من أنياب الأسد. في الختام شكرا للمتابعة. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد.tv وعلى فيسبوك الجديد أونلاين وتويتر الجديد نيوز. شكرا وإلى اللقاء.